إذن بنرجع لنتابع برنامج صباح اليوم. أقيم حفل ختامي لبرنامج مصمم ومنفذ من شبكة الاتفاق العالمي بلبنان، منشوف تفاصيله سوا بهالروبورتاج. ب 22 حزيران يونيو 2022 أقيم الحفل الختامي لبرنامج SDG Brain Lab، وهو برنامج مصمم ومنفذ من شبكة الاتفاق العالمي بلبنان، وهي واحدة من 70 شبكة حول العالم لتعمل تحت إشراف مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بنيويورك. حضر الحفل الختامي لبرنامج SDG Brain Lab المديرون التنفيذيون والخبراء وممثلي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي بلبنان ومجلس SDG للشبكة وعمدة الجامعات والأساتذة الأكاديميين والمتدربين وأعضاء شبكة GCNL وطلاب الجامعات. اليوم عم نحتفل بانتهاء برنامج أطلقناه من الـ UN Global Compact Network Lebanon، أطلقناه مع 8 جامعات مع 322 تلميذ على التربية على الأهداف المستدامة. ظهر الإصدار الأول من هالبرنامج مجموعة 281 طالب متميز من 6 جامعات محلية بارزة التزام خلال هالرحلة اللي استمرت 7 أشهر. بشكل عام التحق 322 طالب ببرنامج SDG Brain Lab من جامعة AUB, LAU, LIU, USG, UOB وMUBS. بالمحصلة تم تقديم 21 حلقة عبر المحاور الثلاثة بدعم من 123 خبير من مختلف القطاعات.